رجعنا لكم متابعينا في مطبخ الحياه الطعمه في هذا الشهر الفضيل على عنات ام درمان ودكتوره لبنى عبد الوهاب الصديق مساعد مدير المستشفى الولادي بام درمان، تحيه لها مره ثانيه. وقبل ما نرجع لدكتوره لبنى، انا حابه انبه على طبق خديته انا بيدي يعني على النار، سجوق من مصنع سمر للمواد الغذائيه. ان شاء الله بالهنا والشفاء لكل المشاهدين يا دكتورتنا. ان شاء الله. خلينا نتكلم في محور منفصل عن طب المجتمع. يمكن كثير من الناس بتسمع بطب المجتمع، لكن يعني بعيدا عن المفهومة البعض، يعني انا عشان ما اظن كل الناس. طب المجتمع طيب يعني طب المجتمع هو الطب اللي بيعني بصحة ووقاية الفرد وافراد الأسرة بتاعته والمجتمع ككل. يعني هو بيعتبر كانه محامي بالنسبه للاسره، يعني احنا زمان بنقول دكتور الاسره، يعني دكتور الاسره، يعني هو بيعتبر كانه محامي بالنسبه للاسره. هو عنده فروع كثيره، هو فروعه طب الاسره، الطب الوقائي، طب الوبائيات. عرفينا عنه اكثر. طب الاسره، طب الوقائي، طب الوبائيات، التسغيف الصحي، الصحه المهنيه، الصحة المدرسية، دي كلها حاجات يعني فروع. الصحة النفسية برضو مهمة. الصحة النفسية وال لأن هي عندها جانب منفصل، لكن هو برضو بيتعرف على طبيب الأسرة. أيوه. فيعني طب المجتمع طب يمكن يكون هسي أخذ موقعه يعني وسط الطب، وبقولوا هسي يعني الناس بيفتكروا إنه هسا مفروض يكون على الأقل 50% من الأطباء الموجودين يعني يكونوا أطباء مجتمع. ليه؟ لأنه يعني من الاحسن انه هو العلاج والوقايه حاجتين متكاملات يعني. جميل. يعني لو الطبيب المعالج عالج وما حصلت الوقايه، يعني ثاني حيجينا فرد ثاني حيكون او مجموعه من الناس ثاني حتكون مريضه. فعشان كده مهمه طب المجتمع مهمه كبيره، الدكتور بتاع طب المجتمع يعني مهمه كبيره جدا جدا، يعني لانه نحن لو يعني حصلت الوقايه بالنسبه للناس بيكون في مردود اقتصادي على البلد نفسها، لانه الانسان المعافى ده هو ذاته في التعريف بتاع مفهوم الصحه. الصحه شنو؟ انها هي المعافاه من كل مرض بدني كان او جسماني يعني او نفسي، يعني حتى انه الانسان يتكيف ويقدر يتكيف على الحياه ويقدر يكون ناتج يعني. صحيح. بس كيف الناس تقتنع بانه اساسا يكون في طبيب اسره يعني يزور الاسره من حين لاخر، يتعرف على افراد البيت فرد فرد ويعرف يعني الامراض الموجوده في الاسره وتنتشر ثقافه طبيب الاسره. احنا حنعمل الحلو صح؟ ان شاء الله. طيب دكتوره لبنى، دائما بنسمع انه رمضان احلى في السوق، رايك شنو في الجمله دي؟ والله دي حقيقه، يعني انا بصراحه كده سافرت بلاد كثير شديد، لكن ما قاعدين نذوق طعم الا هنا. يعني كلمينا عن شكل حلو. رمضان برا السودان، انت يعني زي ما ذكرت سافرت كثير. رمضان برا السودان يعني بالذات في الدول الاوروبيه يمكن يكون جاف شديد. هو حتى انت يعني الناس ما بيحسوا بيك انك انت صايم زي ما انت بين اهلك، او انت ذاتك طعم الصيام. يعني احنا بنكون شغالين في مرات لحد وقت الاذان نفسه يعني، ومرات الزمن بيكون طويل شديد، يعني ساعات بيكون اطول من هنا في السودان. ويعني نادر ما انت تلقى لك اليوم تلقى الاكل ما نفس الاكل ومرات انت لو شغال وجيت متاخر ممكن تعمل لك بيض وانت صايم بالبطاطس وانت صايم، وتجيب لك اي عصير تعمله وتشرب والموضوع يكون ينتهي. يعني لكن وين تفاصيل اللمة التراويح انت جاي من صلاه التراويح بتلاقي كميه من الناس تتونس معاه تفرق المويه وكذا، يعني في جو لطيف. بالعكس يعني انا بقول انه السودان لا يعني بلد لا بالرغم السخانه يعني برغم كل حاجه بطوعات احلى منه ما في بصراحه. طيب انا بحييك على وطنتك يعني وحبك لرمضان في السودان في شهر رمضان. ربنا يديك الصحه والعافيه. وانا شايفاك انت عايزه تعمل حلو هنا. ايوه انا عايزه. شايفه في مويه في الحله؟ في مويه هعمل لها مويه، هعمل شراب بتاع جنزبيل. هنكب شويه من السكر في المويه دي، و يعني السكر ده طبعا حسب الناس، يعني في ناس بيحبوا سكر كثير وفي ناس بيحبوا السكر يكون يعني بسيط. هو حيتكون من جنزبيل وسكر ومويه وثاني شنو حيجيب شنو؟ الجنزبيل هسي وفي هو الحلو بتاعنا مكوناته شراب الجنزبيل وزبادي وجبنة سائلة. الجبنة السائلة دي لكن تكون اسمها شنو؟ تكون ما مالحة يعني. وبعدين
كيك بتاع شوكولاته وكاكاو وشوكولاته. جميل. يعني نبقى احنا هنستمتع بختام ان شاء الله يعني الوجبه. احنا نبشر الجنزبيل كده اللي طبعا الشغل بتاعنا كله بشر يعني. نعم حيكون معنا سجوك، يا ريت تتابعينا لانه احنا في الجانب الثاني من الاستوديو معنا يعني خبيره التغذيه ساره حمادي، حنتكلم اكثر واكثر عن وجبات اليوم اللي قدمناها لكم وتفاصيل اخرى من خلال شهر رمضان الكريم. خليكم معنا في العياده الطعام.